على أطراف قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله يعيش بدو عين سامية منذ نحو 35 عاماً. قرابة 300 مواطن ذاقوا مرارة التهجير والترحيل مرات عديدة قبل أن يصلوا هذه القرية التي صادرت مستوطنة كوكب الصباح الاحتلالية جزءاً كبيراً من أراضيها. أنا بتذكر المستوطنة البلدية، أنا قبل المستوطنة كنتها في محل المستوطنة هي قبلها في 72، بلشوا من 72 وفوق صاروا يبنوا. أول جاء معسكر جيش، بعدين أجا جابوا المستوطنين. هان تقريبا في الموقع هذا تقريبا 35 سنة. كيف جيت هون؟ كيف اضطريت تيجي هون؟ من اليهود ورحلونا يوم هان ويوم هان، نجي هان نقعد يجوا يبلغونا أول تبليغ وثاني تبليغ وعاودوا يروحوا. نواطير الأرض، هكذا يصف بدو عين سامية أنفسهم، فهم يحرسون أراضي كفر مالك المهددة بالمصادرة والاستيطان في أي لحظة. ورغم ذلك فلا تلتفت أي جهة رسمية إلى حاجتهم الماسة للكهرباء، حيث يعيشون في الظلام الدامس منذ عشرات السنوات. جماعة في خطر، بدنا ضوء في الليل مشان المستوطنين، بدنا يكون في ضوء الواحد يسهر ويسهر ليل احنا نسهر هان ولادنا بالعقبة، يعني يسهروا من خوف المستوطنين يدخلوا عليهم في الليل ومنايمين. يا جماعة احنا بدنا والحياة متنادي شغلة وما في فايدة لا من تبعنا الجدار ولا من أي جمعية ولا من أي مؤسسة، لا من الحكومة ولا من غيرها، ولا واحد متعرف علينا هان بأي طريقة. بدنا بس إنهم يجيبوا لنا طاقات شمسية، يا الحاجة الضرورية، المية يرخصوا لنا في سعر المية. طيب احنا هلا ما تور يشتغل من نفس العين، لا تكلفهم مصروف ولا تكلفهم أي شيء ضخ. وعلى الطريق الاستيطاني المجاور استشهد المسن أحمد هبيشان قبل نحو شهر بعد أن دهسته مركبتان تابعتان للمستوطنين في الظلام، ليجدد البدو نداءهم للجهات المختصة بإيصال الإنارة لهذه المنطقة. جاء وكتب الشعار على الحجر هناك على حد الطريق يجوز جزء اليوم معلم، ومعاه القنينة بدي يحرق البيت 5 متر فالوه عن البيت 5 متر. الحج الله يرحمه كان صاحي حس الحركة هيك، يعني ثواني لتأخر بدي يضرب البيت بدي يحرق، ما في كهرباء، يعني مسبب رعب للأولاد الصغار والنسوة، يعني أزلام مش مبين عليهم، لكن الأولاد الصغار اللي من سن 10 ونازل والنسوان من يوم الدنيا تليل، يعني بعد المغرب بتغير وضع، يعني ما يصدق إنه هو نهار يطلع. يشار إلى أن أهالي المنطقة يحصلون على احتياجهم من المياه من عين سامية التي تبعد عنهم أقل من كيلومتر، ويتذمرون من الارتفاع الكبير لأسعار المياه التي لا تراعي أهمية صمودهم ووجودهم في هذا المكان.